الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في مسنده: وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يخافت بصوته إذا قرأ، وكان عمر رضي الله عنه يجهر بقراءته، وكان عمار رضي الله عنه إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه، فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لما تخافت؟ قال رضي الله عنه: إني لأسمع من أناجي. وقال لعمر رضي الله عنه: لما تجهر بقراءتك؟ قال: أفزع الشيطان وأوقظ الأسنان. وقال لعمار رضي الله عنه: لما تأخذ من هذه السورة وهذه؟ قال رضي الله عنه: أتسمعني أخلط به ما ليس منه؟ قال: لا. قال: فكله طيب. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا أبو معشر نجيح المديني مولى بني هاشم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين المنبر والقبر، فجاء علي رضي الله عنه حتى قام بين يدي الصفوف، فقال: هو هذا هو هذا هو هذا، قال 3 مرات. نعم. ثم قال رضي الله عنه: رحمة الله عليك، ما من خلق الله تعالى أحد أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه، رضي الله عن الجميع يا رب، رضي الله عن الجميع. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال حدثنا يونس بن أبي عفور عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رحمة الله عليهم جميعا عن أبيه أنه قال: كنت عند عمر رضي الله عنه وهو مسجى ثوبه قد قضى نحبه، وهو مسجى ثوبه قد قضى نحبه، فجاء عليه ثوبه وهو مسجن ثوبه قد قضى نحبه، فجاء علي رضي الله عنه فكشف الثوب عن وجهه، ثم قال رضي الله عنه: رحمة الله عليك يا أبا حفص، فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بصحيفته منك. الله أكبر. هنا في الحديث الأول عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: في كله طيب، هذا إسناد ضعيف، هاني ابن هاني تقدم، وأبو إسحاق تغير بأخرة، ورواية زكريا هو ابن أبي زائدة عنه بعد التغير، وأخرج نحوه مختصرا الطبري والبيهقي في شعب الإمام من طريقين عن محمد بن سيرين قال: نبئت أنا أبا بكر، وذكر دون قصة عمار. هنا يقول بأنه كان عمار إذا قرر يأخذ من هذه السورة وهذه، قال: كان أبا بكر يخافض بصوته، وكان عمر يجهر بصوته، وكان عمار يأخذ بهذه ويأخذ بهذه. فهنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال: لما تخافض؟ قال: إني أسمع من أنا، إني لا أسمع من أناجي. وقال عمر: لما تجهر؟ قال: أفزع الشيطان وأخذ الوسنان. قال لعمار: لما تأخذ هذه السورة هذه؟ قال: أتسمعني أخلط به ما ليس منه؟ قال: لا. قال: فكله طيب. قال: فكله طيب. وإسناده كان فيه ضعيف، لكن هنا ينظر فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم راجع الثلاثة يسألهم، وهذه فيها دلالة أولا على الاجتهاد، الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني بأنه بأبي هو وأمي، وأنه بأبي هو وأمي يراجعهم ليضبط لهم أو يقرهم علمهم عليه في الباب، فلذلك من الخير في العبادة. فقال: لما تخافت؟ قال: إني أسمع ولا أسمع من أناجي. قال العمر: لما تجهر بقراءتك؟ قال: أوزع الشيطان. ورد في رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ارفع صوتك قليلا. وقال لعمر: اخفض صوتك قليلا قليلا. وأما عمار فكان يأخذ من السورة، أخذ من هذه السورة، فقال له: يعني لو خلطت أليس هو من القرآن؟ قال: بلى. قال: فكله طيب. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بأن كله طيب، وأن الإنسان يمكن أن يأخذ يعني في القرآن بما يحفظ، يأخذ من أو أوائل سورة البقرة مثلا، ثم يأخذ أواخر سورة البقرة، أو يقرأ من أوائل سورة البقرة ويقرأ من أوائل سورة آل عمران، له ذلك. يقرأ من خواتيم سورة تبارك الفرقان مثلا، ويقرأ من أوائل سورة
الشعراء هذا كله له وكله طيب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لعمر لأبي بكر ارفع قليلا، وقال عمر اخفض قليلا. وعن ابن عمر قال وضع عمر الخطاب من بين المنبر والقبر، يعني بين المنبر وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة على شيء، ايش هو؟ وش هو؟ احسنت احسنت، هذا هو. وعمر يعني بين المنبر والقبر، يبقى يصلي به وين؟ ابو بكر صلى به في المسجد، عمر صلى به في المسجد، سيدنا ابو وقاص صلى به في المسجد. لما انكروا على عائشه طلب انها طلبت ذلك تصلي على سيدنا وقاص ابن ابي وقاص، لما انكروا انكرت وقالت ما اسرع ما ينسى الناس، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني سهل بن عويضاء الا في المسجد. لا، هم انكروا على عائشه انها طلبت ذلك، فردت عليهم بهذا الباب، ردت قال ما اسرع ما ينسى الناس، هذا الانكار انكار في جهل، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابني سهل بن عويضاء. في المسجد، نعم، ففيه جواز الصلاة في المسجد. قام عليه من الصفوف ثم قال هو ده ثلاث مرات، ثم قال رحمك رحمة الله عليك، ما من خلق الله تعالى أحد أحب إلي من ألقاه بصحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى بهذا الثوب. يعني ما أحد يتمنى أن يلقى الله بعمله مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر صار على السوية وصار على الجدة، يسير على نهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر من أشد الناس تحريا وأشد الناس تمسكا بالسنن والعمل بها. فعلي تمنى من الله أن يلقى الله بعمل مثل عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فيها فضيلة كبيرة لعمر بن الخطاب، وفيها إجماع الصحابة على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيها أن عمر يعني صلي به الجنازة في المسجد. الحديث الثالث أنه دخل عليه وأيضا مسجى، نعم، فكشف الثوب عن وجهه، وفيها هنا السنة أنه لو كان مسجى أن يكشف عن وجهه وأن يقبل بين عينيه، وهذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم قال ما قاله يا أبا حفص، فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بصحيفتي منك، يعني من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا حديث حسن لغيري، سعيد بن سعيد بن يونس بن أبي عفور من جانب مسلم، حديثهما حسن في المتابعات والشواهد. وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وأيضا عمر بن شبة عن سعيد بن منصور عن يونس عن أبي عفور، وفي الباب عن جابر وابن شبة، وأيضا فيه بعض المراسيل التي جاءت على نفس الوتيرة، فالحديث صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.